إذن هون عندنا الهيتر خلينا نحط هون الباور. إذن الباور بتساوي 2000 واط. الفولتج عادة رح يكون 220 فولت. إيش هذا؟ اي سي ولا دي سي؟ اي سي. وهذا هو الار ام اس فاليو. فبصير عندي اي ار ام اس بيساوي 2000 على 220 تقريبا. قديش؟ اقل من 10 مش هيك؟ قديش تطلع هاي تقريبا؟ حوالي 8 بين 8 9 حوالي 9 امبير. 9 امبير لانه هون عندي الباور فاكتور طبعا بيساوي 1 لانه بيور 9 9 وايش؟ 0.9 امبير بيور ريزيستنس. اوكي اذا هذه تقريبا 9 امبير. 9 امبير تقريبا مقبوله. اوكي okay.